السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مناهج البحث في الإدارة التربوية. معكم الدكتورة حنان حلبي من الأكاديمية العربية الدولية. نتحدث اليوم عن أنواع الأبحاث التربوية بحسب المنهج العلمي المستخدم من قبل الباحث، ونتحدث عن صفات الباحث التربوي الناجح. طبعا نحن سبق لنا في المحاضرة الأولى أن تحدثنا عن تعريف البحث التربوي، تحدثنا عن أنواع البحث التربوي بحسب الهدف، بحسب الغرض من البحث، تحدثنا عن أنواع الأبحاث التربوية الفردية والجماعية، وتحدثنا عن النوع الأول أو جزء من النوع الأول الذي يتعلق بالمنهج العلمي، وتحدثنا عن المنهج الوصفي. وقلنا أن المنهج الوصفي هو عبارة عن مجموعة من الأنواع، تحدثنا عن النوع الأول الذي هو البحث المسحي. نتحدث اليوم عن النوع الآخر من المنهج الوصفي الذي هو بحث العلاقات المتبادلة. عندما نتحدث عن المنهج الوصفي تحديدا عن بحث العلاقات المتبادلة، نتحدث عن نوع من الأبحاث التربوية الذي يهتم بدراسة العلاقات بين جزئيات الظاهرة المدروسة من خلال البيانات التي تم جمعها من أجل الوصول إلى فهم عميق لهذه الظاهرة. هذا النوع من الأبحاث له أنماط مختلفة، هي أولاً دراسة الحالة، هناك الدراسة السببية المقارنة، وهناك الدراسة الارتباطية. عندما نتحدث بدراسة الحالة، هي عبارة عن بحث معمق لحالة فرد أو مجموعة معينة أو مؤسسة معينة أو مجتمع معين عن طريق جمع بيانات عن الوضع الحالي لهذه الحالة. نتحدث هنا عن الوضع الحالي للحالة، عن خبراتها الماضية، علاقتها بالبيئة باستخدام أدوات معينة، وذلك كله من أجل إدراك العوامل المؤثرة في هذه الحالة وإدراك العلاقات بينها وبين بعض. عادة هناك خطوات معينة نعتمدها في دراسة الحالة. أولاً، عندما نريد أن نعتمد بحث أو منهج دراسة الحالة أو بحث دراسة الحالة، نحدد أولاً الحالة التي نريد دراستها. نجمع كل ما له علاقة من بيانات تتعلق بهذه الحالة، وذلك من أجل القيام بفهم هذه الحالة والاستعانة. طبعاً نقوم هنا بالاستعانة استمارات جاهزة مقننة ومطبقة لدراسات حالات معينة، بغية أن نستفيد منها في أثناء دراسة الحالة محل البحث. نقوم من بعدها بصياغة الفرضيات. يعتمد الباحث في هذه الخطوة على خبرته بالحالة ومدى معرفته للعوامل المؤثرة في هذه الحالة، كما أنه يمكن للباحث أن يستفيد من خبرات الآخرين، أن يثبت الفروض، وذلك من خلال جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها وتفسيرها، وبالتالي يصل من بعد ذلك إلى النتائج التي يريد أن يصل إليها. النوع الآخر من الدراسات المتبادلة هي الدراسة السببية المقارنة أو المقارنة. عادة يقصد بهذا النمط البحث التي يتعدى حدود وصف الظاهرة محل الدراسة إلى معرفة أسباب حدوثها. إذن هنا نحن لا نكتفي فقط بوصف الظاهرة، بل نريد أن نعرف ما هي أسباب حدوثها من خلال إجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة، وذلك من أجل التعرف على العوامل المسؤولة التي تصاحب حدثا معينا. وللدراسة السببية المقارنة خطوات يتبعها الباحث. أولا تكون من خلال توضيح ماهية المشكلة، وقد سبق الإشارة طبعا إلى هذه عناصر هذه الخطوة. هناك أيضا مراجعة الكتابات ذات الصلة، تصميم البحث وتحديد خطواته الإجرائية. مثلا أولا نقوم بتحديد مجتمع البحث، من هم الأشخاص الذين نريد تطبيق البحث عليهم؟ نختار العينة المناسبة التي تمثل هذا المجتمع. نختار مجموعتين متشابهتين تماما
في معظم الخصائص، طبعا ما عدا الخاصية التي نريد دراستها، وهذه الخاصية عادة تسمى المتغير المستقل. هنا نقوم ب تسمية المجموعة الأولى ومجموعة تجريبية، وتسمية المجموعة الثانية مجموعة ضابطة لأنها لا توجد فيها الخاصية المطلوبة. نصمم بعد ذلك أداة البحث المناسبة لكي نجمع البيانات اللازمة، نحلل البيانات، نفسرها، ونقوم بإعداد ملخص للبحث والتوصيات لهذا البحث. هنا يشبه إلى حد ما المنهج التجريبي، ولكن نحن نهدف من خلال هذه أو هذا البحث إلى دراسة الأسباب. نأتي الآن إلى الدراسة الارتباطية. عندما نتحدث عن الدراسة الارتباطية والتي هي جزء من المنهج الوصفي، نتحدث عن دراسة وتحليل الارتباط بين المتغيرات في إطار الظاهرة أو الموضوع مجال البحث. إذن هنا يتبع الباحث أيضا خطوات مختلفة عند استخدام الأسلوب الارتباطي، وتكون عادة هذه الخطوات مرتبة وبشكل تدريجي. أولا يحدد الباحث ما هي المشكلة، يراجع الكتابات ذات الصلة والتي لها علاقة بموضوع البحث، وذلك من أجل القيام لاحقا بتحليل و دراسة الارتباط بين المتغيرات. تصميم البحث الارتباطي، وتتطلب عادة هذه الخطوة تحديد المتغيرات المراد دراستها، نختار العينة، المجتمع الذي تمثله هذه العينة، نصمم أداة البحث، ونختار مقياس الارتباط الذي يلائم مشكلة البحث، وبعدها نقوم بتطبيق هذا البحث أو تطبيق هذه المقياسات من أجل الوصول إلى تفسير البيانات، ثم إلى القيام بملخص وتوصيات وما توصلنا إليه من نتائج. مثلا هنا نعطي مثل، عندما نريد أن ندرس مثلا علاقة التسرب المدرسي بالتسرب المدرسي، مثلا هنا نحن ندرس الارتباط بين متغيرين مختلفين. النوع الثالث من المنهج الوصفي هو البحث النمائي. عندما نقول البحث النمائي، نتحدث عن منهج يهتم بدراسة العلاقات الحالية بين بعض المتغيرات، عادة تكون في موقف معين أو ظرف معين، ونصفها ونفسر التغيرات الحادثة في تلك العلاقة كنتيجة لعامل الزمن. هناك خطوات مختلفة تشبه خطوات المنهج الوصفي، باعتبار أن البحث النمائي هو جزء من المنهج الوصفي. عادة الباحث يبدأ أولاً بتوضيح ماهية المشكلة، نحدد المشكلة، نبدأ بتمهيد، نحدد من خلال بعد ذلك ما هي إشكالية البحث، نضع أسئلة فرعية، يقوم الباحث بوضع فرضياته، يحدد ما هي أهمية البحث وما هي أهداف البحث. بعد ذلك يقوم الباحث بجمع البيانات. تكرر هذه الخطوة بعد كل مرة تطبق فيها الدراسة لمعرفة مقدار التغيرات الحاصلة بفعل مرور الزمن. نقوم بتحليل البيانات وتفسيرها كباحثين طبعاً. نكرر هذه الخطوة، وهي تكون عادة تابعة للخطوة السابقة، حيث يعرض الباحث البيانات المتغيرة تبعاً لأسئلة البحث بواسطة جداول إحصائية ورسوم بيانية. يقوم الباحث بمناقشة هذه الرسوم والجداول ويقوم بتفسيرها، ولكنه من بعد ذلك يخلص إلى عرض النتائج ويقوم بإصدار بعض التوصيات والمقترحات. عادة هذه الخطوة، أي الخطوة الأخيرة، تتطلب عرض ملخص للنتائج التي توصل إليها الباحث، القيام ببعض التوصيات والمقترحات بشأن بحوث مستقبلية. هناك أنماط مختلفة للبحث النمائي. النمط الأول هو النمط النمائي، وهذا النمط معني بكل التغيرات التي تحصل للظواهر، وما هو معدل هذه التغيرات والعوامل المؤثرة فيها، ولا سيما ما يتعلق منها بالنمو الإنساني في مختلف جوانبه. أما النمط الثاني فهو النمط الاتجاهي،
هذا النمط هو معني بدراسة ظاهرة معينة كما هي في الواقع ومتابعة دراستها خلال أوقات مختلفة. قصة جمع البيانات وتحليل هذه البيانات ومعرفة الاتجاهات الغالبة فيها، وبالتالي التنبؤ بما هو محتمل أن يحدث في المستقبل. إذن كما رأينا هناك 3 أنواع للمنهج الوصفي، وكما قلنا في المحاضرة السابقة أن النمط الوصفي هو الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً بين الباحثين. طبعاً للمنهج الوصفي مجموعة من المزايا ومجموعة من العيوب، نتحدث أولاً عن مزايا المنهج الوصفي. فكما قلنا المنهج الوصفي يساهم في تحقيق فهم لمختلف الظواهر الإنسانية، فهو أولاً يوفر بيانات دقيقة عن واقع الظواهر أو الأحداث محل عناية البحوث، إذن يؤمن الكثير من البيانات التي نحن بحاجة إليها من أجل تفسير ووصف بعض الظواهر. يستخرج أيضا العلاقات بين الظواهر القائمة ويوضحها، مثلا العلاقات بين الأسباب والنتائج. هذا الموضوع يمكن أن يساعد في تفسير بعض البيانات ذات الصلة بالظواهر. طبعا المنهج الوصفي يساعد في شرح الظواهر التربوية العامة التي عادة يعاني منها المجتمع ويواجهها، ويكشف عن الاتجاهات المستقبلية. يزود الباحثين والمربين بالمعلومات التي تفتح أمامهم مجالات جديدة قابلة للبحث والدراسة في مجال التربية. يساعد المنهج الوصفي على التنبؤ بمستقبل الظواهر المختلفة، وذلك على ضوء معدل التغير السابق والحاضر لهذه الظواهر. ولكن هذا لا يمنع أن هناك مجموعة من العيوب التي يمتاز أو التي يعاني منها المنهج الوصفي. فتعاني عادة البحوث التربوية التي تستخدم المنهج الوصفي من صعوبات، وهذا الموضوع يمكن أن يقلل من قيمة البحوث التربوية، منها عادة صعوبة قياس بعض الخصائص التي تهم الباحثين في السلوك الإنساني. فنحن في النهاية نتعامل مع الإنسان، نتعامل مع الإدارة التربوية، مع أشخاص معنيين بالإدارة التربوية. فعادة موضوع قياس هذه الخصائص التي نريد كباحثين دراستها هي موضوع في بعض الأحيان يكون صعب. نحن يصعب علينا مثلا قياس الدوافع، قياس سمات شخصية المدير أو الإداري، كما يصعب عزلها عن بعضها البعض، وهذه تعتبر من عيوب المنهج الوصفي. أيضا هناك في بعض الأحيان صعوبة في تحديد المصطلحات، وذلك بسبب اختلاف دارسي السلوك الإنساني، لأن كل منهم لديه خلفية علمية مختلفة وهناك انتماءات مختلفة، وبالتالي كل باحث يفسر المصطلحات ويحددها بالطريقة التي يراها مناسبة. أيضا من الصعوبات أو من العوائق أو من الإشكاليات التي يعاني منها أو العيوب التي يعاني منها المنهج الوصفي، صعوبة فرض أو اختبار الفروض. في بعض الأحيان نحن نعاني من موضوع التحقق من الفرضيات، وذلك لأنها تتم بواسطة الملاحظة وجمع البيانات المؤيدة والمعارضة لهذه الفروض دون استخدام التجربة في اختبار أو التحقق من صحة الفروض. نحن لا نستطيع اختبار الظواهر من خلال التجربة، فالتربية أو الحقل التربوي هو حقل غير ثابت، لأننا معنيين بسلوكيات الأفراد، ولا وهو ليس كالعلوم نستطيع التحقق من المعادلة الكيميائية من خلال دمج الأشياء مع بعضها البعض، ولكن نحن هنا نتعامل مع الإنسان. لذلك في بعض الأحيان لدينا صعوبة في تجربة بعض الظواهر وبعض الأشياء أو الاختبارات، الأمر الذي يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرار المناسب، وهذا يعتبر جزء من العيوب التي يعاني منها المنهج الوصفي. أيضا في بعض الأحيان هناك صعوبة تعميم النتائج التي توصل إليها الباحث، وذلك لأن البحوث التي تستخدم المنهج الوصفي تركز على حد زمني معين وحد مكاني معين.
وبالتالي فنحن لا نستطيع، أو هناك صعوبة في تعميم النتائج نظرا لأن الظواهر تتغير بتغير الزمان والمكان. في بعض الأحيان هناك صعوبة في التنبؤ نظرا لتعقد الظواهر الإنسانية بسبب تغيرها. نتحدث الآن عن المنهج الثاني الذي يعتمده الباحثون في الإدارة التربوية، وهو المنهج التجريبي. نقصد بالمنهج التجريبي المنهج الذي يستخدم التجربة في اختبار فرضيات معينة، ويقرر علاقة بين متغيرين، وذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات أو ضبطت كل المتغيرات ما عدا المتغير الذي يهتم الباحث بدراسة تأثيره. نتحدث أولاً عن أنواع المتغيرات. هناك ثلاثة أنواع للمتغيرات التي قد يتأثر بها المتغير التابع. الأمر الذي يتطلب من الباحث القيام بعملية ضبط هذه المتغيرات ليتسنى له إخضاع المجموعة التجريبية للمتغير المستقل. تتمثل أنواع هذه المتغيرات، أولاً هناك متغيرات خاصة بمفحوصين، تتمثل عادة في الخصائص المتوافرة في الأفراد الذين تجرى عليهم التجربة، مثلاً متغير الجنس، العمر، التأهيل العلمي، والخبرة. ويفترض على الباحث هنا أن تكون المجموعتين التجريبية والضابطة متكافئة في إجراءات التجربة. عادة تتمثل في تعليمات التجربة، في أدواتها، ظروفها، نتحدث عن الظروف أي الزمان والمكان، وذلك لكي نتأكد ونضمن صحة النتيجة التي توصلت أو تريد التجربة أن تتوصل إليها، والمتعلقة بأن التغير في المتغير التابع يعود إلى تأثير المتغير المستقل فقط وليس إلى عوامل أخرى، لذلك يجب أن نضبط هذه المتغيرات بشكل جيد. أما المتغيرات الخارجية فهي متغيرات لا يستطيع الباحث أن يتحكم بها في بعض الأحيان، مثلا درجة الحرارة، التهوئة، الضوضاء، الإضاءة، الزمن المخصص للتجربة، اختلاط أفراد المجموعتين معا، وبالتالي استفادة أفراد المجموعة الضابطة من أفراد المجموعة التجريبية. هذه المتغيرات قد يكون لها تأثير في المتغير التابع، وبالتالي يزاحم أثر المتغير المستقل ويقلل من ظهوره، وهذا يحدث عادة في الأبحاث التجريبية. ما هي خطوات تطبيق المنهج التجريبي؟ عادة الباحث التربوي يتبع عددا من الخطوات المرتبة عندما يريد أن يستخدم المنهج التجريبي. يمكن توزيع هذه الخطوات إلى خطوات عامة، أي يجوز تطبيقها مع أي منهج علمي، ولكن هناك خطوات خاصة تقتصر على البحث الذي يستخدمه المنهج التجريبي. مثلا عندما نتحدث عن الخطوات العامة أي التي نراها في المنهج الوصفي، التحليلي، التاريخي، مثلا أن نحدد أولا ما هي المشكلة وما هي الإشكالية، ثم نراجع الكتابات ذات الصلة بمشكلة البحث، نتحدث هنا عن النظريات ونتحدث عن الدراسات السابقة، ثم نقوم بمجموعة من الخطوات الخاصة التي تعبر أو التي تتعلق بالمنهج التجريبي. مثلا نحدد مجتمع البحث، ثم عينة منه بواسطة الأسلوب العشوائي، نختار عينة البحث في موضوع التجربة اختبارا قبليا، أو عفوا نختبر عينة البحث في موضوع التجربة اختبارا قبليا، نقوم بتطبيق الاختبار القبلي على المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. فهنا نكون قد قسمنا المجموعة إلى مجموعتين، واختيار أحدهما عشوائيا لتكون مجموعة تجريبية. نحن قلنا أن الصفات يجب أن تكون متشابهة، يجب أن نضبط المتغيرات التي تتعلق بالمجموعتين، ونقوم باختيار مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية بشكل عشوائي بما باعتبار أن المجموعتين متشابهتين. لذلك نقوم باختبار قبلي ثم نقسم الأفراد إلى مجموعتين. هنا نقوم بإخضاع المجموعة التجريبية للتجربة أو المتغير المستقل،
ولكن المجموعة الثانية، المجموعة الضابطة، لا نقوم بتجربة أي شيء عليها. ثم بعد ذلك، إذا نحن نطبق المتغير المستقل، نخضع المجموعة التجريبية إلى المتغير المستقل، أما المجموعة الضابطة فنحن لا نقوم بفرض أو تطبيق أي شيء على هذه المجموعة، خاصة فيما يتعلق بالمتغير المستقل. ثم نقوم بإجراء اختبار بعدي للمجموعتين. هنا يبدأ الفرق بين المجموعتين، نحلل البيانات من أجل القيام بمقارنة نتائج الاختبار البعدي بنتائج الاختبار القبلي باستخدام أسلوب إحصائي ملائم، وبالتالي نفسر هذه النتائج. ثم يقوم البحث بعد ذلك الباحث بعمل ملخص للبحث، يعرض من خلال هذا الملخص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات والمقترحات التي يقترحها الباحث. كما رأينا، هناك أحوال وأسباب تدفعنا إلى اعتماد المنهج التجريبي. المنهج التجريبي طبعا يمتاز بمجموعة من المزايا، فهذا المنهج أو بمقدور الباحث في هذا المنهج تكرار التجربة أكثر من مرة، وذلك من أجل التأكد من صحة نتائج البحث. باستطاعة الباحث إشراك عدد من الباحثين في مطالعة النتائج. بمقدور الباحث أن يتحكم في العوامل المؤثرة، وذلك بضبطها أو عزلها، وبالتالي يتيح للمتغير المستقل أن يؤثر على المتغير أو المتغيرات التابعة. ولكن طبعاً هناك عيوب للمنهج التجريبي. أولاً، يتطلب استخدام المنهج التجريبي استخدام إجراءات إدارية متعددة، فالباحث الذي يريد استخدام هذا المنهج قد لا يستطيع بمفرده القيام بالتجربة، لذلك هو بحاجة إلى استعانة بجهات أخرى للمساعدة. عادة تطبق التجربة على عدد محدود من الأفراد، وبذلك يصعب تعميم نتائج التجربة إلا إذا كانت العينة ممثلة للمجتمع الأصلي تمثيلا دقيقا. وعادة هذا الموضوع هو صعب، إذ يتعذر على الباحث وجود مجموعتين متكافئتين تماما في كل العوامل أو المتغيرات. لذلك لا شك أن نتائج التجربة تتأثر بالفروق الفردية أو الفروق بين أفراد المجموعتين. لا تزود أيضا التجربة الباحث ببيانات جديدة، وإنما فقط تمكنه من التحقق من صحة البيانات ويتأكد من وجود علاقات معينة. أيضا من العيوب التي يعاني منها المنهج التجريبي هو تعد أن دقة النتائج تعتمد على الأدوات التي سيستخدمها الباحث في التجربة، مثلا الاختبارات. لذلك يفترض على الباحث التدقيق في اختيار الأدوات المناسبة للقياس، والتي عادة تكون دقيقة وصادقة وثابتة. أيضا تتأثر دقة النتائج بمقدار ضبط الباحث للمتغيرات المؤثرة، وتزداد صعوبة عملية الضبط إذا كان البحث هو عن ظاهرة إنسانية. تتم التجارب في ظروف مصطنعة بعيدة عن الظروف الطبيعية، ومما لا شك فيه أن الأفراد الذين يخضعون للتجربة قد يميلون إلى تعديل سلوكهم عن غير المألوف لهم. نتحدث الآن عن أهداف البحوث التربوية من بعد عرض الأبحاث، أو عفوا أنواع المناهج في الأبحاث التربوية التي تتعلق بالإدارة المدرسية. إذا تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من البحوث قدمت، وكان الهدف منها أولا زيادة المعرفة بعملية التعلم، مما زاد من هذا الاهتمام إدراك الباحثين لتأثيرها الإيجابي في التعليم. بل وأكثر من ذلك، حدد الباحثون طرق وإجراءات خاصة لرصد عملية التعلم عن قرب من خلال عدة إجراءات. أولاً، مراقبة التعلم الصفي عن قرب. ثانياً، الربط بين التلاميذ والأنشطة الصفية. ثالثاً، مراقبة سلوك المعلم التعليمي. وهكذا نرى أهداف البحوث التربوية. نتحدث الآن عن استراتيجيات البحث التربوي. نلاحظ أن مناهج البحث العلمي التربوي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية الموضوعة. هذه الاستراتيجية عادة تعتمد على حاجة المجتمع المادية والبشرية من خلال أولا
توفير أجهزة وكوادر بشرية لازمة لتطوير البحث، تشجيع المهتمين بهذا التطوير وتسهيل كل ما يلزم لذلك، تسهيل وتوفير وتذليل الصعوبات التي تعترض طريق الفريق الباحث للوصول إلى إنجاز مهمته بالشكل الأمثل. نتحدث الآن عن الأخلاقيات المتبعة في عمل الدراسة التربوية. طبعا نتحدث عن أخلاقيات الباحث هنا. فالأخلاقيات المتبعة في عمل الدراسة التربوية تفرض على الباحث أن يأخذ الموافقة أولا الخطية من الأفراد الذين يريد اختبارهم، وتعريفهم بأهمية البحث العلمي المقرر إجراءه، وكذلك أخذ موافقة الجهات المسؤولة. وكنوع من المصداقية والشفافية، يجب على الباحث أن يبين لأفراد العينة النتائج الإيجابية التي توصل إليها بمساعدتهم، وطبعا عليه أن يحتفظ بالسرية التامة للمعلومات الشخصية المعطاة له. أخيرا نتحدث عن صفات الباحث التربوي. أولا، يجب أن يتمتع الباحث التربوي بالفضول تجاه الظواهر، وذلك لكي يقدم حلولا جديدة ومتطورة بشكل دائم. فالباحث الناجح لا يتوقف بحثه عن المعرفة. والبحث التربوي أيضا مستعد دائما للاطلاع على أي معرفة جديدة، ويكون على قناعة أنه يوجد الكثير من المعارف التي يجهلها، وأنه لم يتعلم بعد إلا القليل. كما أن على الباحث التربوي ناجح أن يمتاز بقدرته العالية على التحليل والملاحظة، وعليه أن يتمتع بقدرة على الابتكار والاكتشاف، بحيث يقدم بشكل مستمر نظرة متجددة للأمور التربوية والتعليمية والمتعلقة بالإدارة التربوية أو المدرسية. مستلزمات البحث أيضاً قد تتطلب من الباحث القيام بكثير من المتطلبات كالسفر إلى خارج البلاد، وعلى الباحث أن يكون مستعد لأي عمل يخدم بحثه ويصبه بنجاحه. أيضاً على الباحث التربوي أن يتمتع بقدرة عالية على التركيز، فلا يجعل أي سبب يشتت تفكيره في تحقيق هدفه. كما أن على الباحث أن يمتاز بالقدرة العالية على التواصل، فهو سيقابل الكثير من الناس وسيتواصل مع مدراء ومعلمين وغيرهم، وذلك أثناء بحثه، مما يتوجب عليه أن يتمتع بقدرات اجتماعية تمكنه من التوصل إلى المعلومات والبيانات التي يحتاجها. أخيراً، يجب على الباحث التربوي الناجح أن لا يفقد رغبته وشغفه تجاه أبحاثه رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها. شكراً لكم لحسن الاستماع، نلقاكم